شك أن من أعان على مثل هذه المشاريع فما خرج منها فأنت لك مثل أجره كما ذكر قبل قليل، إما بالنشر أو بالمال. ومثل هذه الجمعيات جزاهم الله عنا خيرا، يعني هذه الجمعيات في إخراج حافظ القرآن أو التالي. أنا لم يكتب الله لي أن أحفظ القرآن، وابني لم يتيسر له فرضا، فإني إذا شاركت في أن يكون هناك حافظ للقرآن وأعنته على ذلك فإن لي مثل أجره، يقرأه في الليل والنهار في حياتي وبعد مماتي لي مثل أجره. وهذا فضل عظيم أيها الإخوة. والإنسان ما يدري، لا يدري ما الذي ينفعه عند الله. لا تظن أن الأعمال التي تتطلب منك أوقات كثيرة أنها هي التي تنفعك عند الله. قد يكون عمل يسير وافق إخلاصا وصدقا وإقبالا على الله وافتقارا إليه هو الذي ينفعك عند الله. انظر مثال بسيط جدا للرجل الذي مر فوجد جذع شجر، غصن شجرة في الصحيح. هذا الرجل مسلم بلا شك، لأن الجنة لا يدخلها كافر. المسلم عنده أعمال صالحة، ما الذي شفع له عند الله؟ قال فشكر الله له عمل فأدخلها الجنة. كم أخذ من غصن الشجرة؟ يمكن دقيقة كثيرة. فانظر عمل، لو أنه ذهب وتعدى فوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة. فلا تفوت على نفسك في دعم هذا المشروع العظيم والإحسان إليه، ولا تسوف. أنا رأيت بعض الناس يحرص يقول إن شاء الله أني خلاص هذا رقم الحساب بحول له، ثم تذهب الأيام والليالي فيتكاسل عن ذلك. الآن ويكتم الوقف وهو ما بدل شيء أبدا. الآن جزاك الله خير، ابدأ كل وقف. حتى أني سمعت من بعض الصالحين يقول أنا كل وقف أجد أنه رسمي ومعتبر ويشرف عليه يشارك جهة رسمية، يقول لا يفوتني لو أشارك بريال واحد. ريال واحد أجر التأسيس. وشارك هذا الوقف العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به. صحيح.